عن جد بيرفكت جمعت كل شيء، يعني جمعت السترينكس، الفلكسبيليتي، جيمناستكس، البول دانس، كل شيء بيرفكت يعني من فوق. ثانك يو. مساء الخير مشاهدينا، كل عام وانتم بخير. بداية حزينة لسنة جديدة وخاصة للرياضة اللبنانية. فعاصفة الارهاب يلي عم تضرب المنطقة خطفت مدرب اللياقة البدنية اللبناني هيكل مسلم بتركيا، وكان هو عضو بلجنة الحكم لبرنامج مس فتنس يلي عرض على شاشة تلفزيون المستقبل بالصيف. وايضا خطفت من نادي الحكمه مشجع وفي هو الياس ورديني، وايضا الشاب بريتا الشامي، بالاضافه لجرحى كتار بالاعتداء الارهابي يلي صار بتركيا ليله راس السنه. بس الحياه بدها تكمل، ومن اسره الرياضه بتلفزيون المستقبل بنقدم العزاء لعائلات الشهداء كلهم. وباول حلقه لسنه 2017 من فيوتشر سبورتس رح يكون عندنا ضيفين لنوصلكم ابرز الاحداث الرياضيه واهم الاخبار يلي بتنطروها معنا كل نهار تنام مثل هالوقت. اليوم رح نبلش مع ضيف يعد من اهل البيت، ولكن واحد بعمره شاب صغير استلم واحده من اخطر المهمات الرياضيه باسيا، وهي تدريب العملاق النادي الرياضي بيروت. احمد الفران شاب لبناني ومدرب لبناني طلع الدرجة درجة وطلع سلم النجاح من أكاديمية النادي الرياضي ومدرسة النادي الرياضي ليكون واحد من المدربين البارزين بلبنان. جمهور النادي الرياضي مرتاح، أداء الفريق تحسن، والجمهور بيعرف كتير منيح أنه المكسب مش بس هو الفوز، رح يكون في خسارات ورح يكون في فوز، بس الفوز الأكبر هو أنه النادي الرياضي قدر يطلع مدرب من أهل البيت بيرتاح له وبيرتاح معه الجمهور. مساء الخير أحمد فران. مساء النور. مهمة صعبة، يعني اليوم في البعض على فيسبوك شبه قدومك مثل ما عملوا ريال مدريد بزيدان، فجأة جابوا حدا من أهل البيت ومشي الحال، وهلأ معك قلع الفريق. شو كان اللي موقف النادي الرياضي؟ ليش الفريق كان ظاهر بآخر 7-8 أشهر وكأنه في شيء لاقطه لهالنادي؟ أول شيء أنا بدي أتشكر إدارة النادي الرياضي وجمهور النادي الرياضي على كل الدعم والثقة بالفترة اللي مرقت. أنا كان كل هدفي مثل ما قلت قبل وعم برجع أقول إنه حط الفريق على سكة صحيحة، نرجع للمكان اللي نحن معودين عليه. شوي شوي عم نقرب على الصدارة إن شاء الله، مستوانا صار أحسن بكتير. الفريق كان مثل ما عم تقول أنت كان مثل مربوط. بعتقد كانت القصة كلياتها كانت نفسية أكثر من إنها فنية. لعيبة حسوا حالهم آخر فترة ما عم بيقدموا أو ما في عندهم الحماس الكافي ليأدوا بالطريقة اللي أدوا فيها آخر 5 سنين. والمدرب كمان وصل لمرحلة انه لقى انه هو عطى كل شيء للفريق وقدر يحقق معه انتصارات كتير مهمة، وحافظنا على لقب بطولة لبنان ل3 مواسم متتالية. فكان بدها مثل صدمة ايجابية، وهي هذه الصدمة اجت مع استقالة المدرب اللي انا بوجه له كل التحية وكل الاحترام. قضيت معه افضل 5 سنين تقريبا بالكارير تبعي، وهيدي الصدمة الإيجابية كانت ممتازة لنا وقدرنا نكمل فيها ونحقق الفوز. هل كان في هيك مثل تحضير نفسي بالسابق من إدارة النادي الرياضي؟ لأنه أنا شايف في دعم حتى من الجمهور مثل ما كنت عم أقول. صح. اليوم جمهور بده يعرف في خسارات وفي فوز، مش كل المرة رح يكون وكل الجيمات رح يكون ربح. الدعم من النادي الرياضي اللي أعطيناك إياه من كل الإدارة اليوم وكأنه كان في شيء عم يتحضر، إنه اليوم يا أحمد أنت انتبه، إذا فل سلوبودان نحن بدنا إياك أنت المدرب. مظبوط، كان هذا الشيء مظبوط، كان هذا الحكي موجود، وكان في تحضير لالي نفسي وكرمال استلم دفه الفريق بالمستقبل. بس ما كنا متوقع انه بهالسرعه واجت بكير وبهالظروف الصعبه اللي عم يمر فيها الفريق. بس الحمد لله يعني انه قبلنا التحدي، ولو لسقت الاداره ودعم الجمهور ووقوف كل المحبين حوالين الفريق بعتقد ما كنت قدرت نجحت بتخطي اول اختبار اللي هو كان نادي بيبلوس، اللي كان اختبار صعب لنا، اعطانا دفعه معنويه كتير كبيره، وهذا الشيء ترجم على الارض بمباراه تضامن والهوبس. بدي اروح على فوت اكثر بالنادي الرياضي، اليوم الكل بيعرف يعني جمهور النادي الرياضي ما نقول بس خسر بطوله العرب مثلا، ولكن حتى لما انسحب النادي من بطوله العرب ما كان راضي. صح. اليوم انت بتعرف انك رايح على محل صعب منه سهل. اليوم طموحات احمد فران بهالموسم هل النادي او الاداره حطت عليك شروط انه انا والله بدنا اليوم فاينل فور وبدنا فاينل، بدنا بطوله عرب، بدنا بطوله دبي، اليوم شو الاهداف اللي حاطينها قدامكم بهالموسم؟ مثل ما قلت نحن يعني هلا اخذنا اهم ثلاث دورات بهذا الموسم، هن بطوله اسيا، بطوله العربيه انسحبنا منها والحريري للاسباب اللي ذكرتهم يعني السابقه، والحريري كمان ما قدرنا نتوفق هالسنه باحراز اللقب. اكيد يعني كنادي رياضي انت ما فيك يعني لو شو ما كان الظروف اللي عم بستلم فيها عم بشتغل فيها، دائما النادي الرياضي مطالب منه تحقيق لقب فوز لقب بطوله لبنان، هو اهم شيء هذا اللقب لمسيره النادي لانه هذا بوابه المشاركات الخارجيه على كل الاصعده، فاكيد كاداره النادي الرياضي وكجمهور النادي الرياضي ما بيقبلوا بأقل من انه نكون بالمباراه النهائيه عم ننافس على لقب بطوله لبنان. المسؤوليه كثير صعبه، بس نحن ان شاء الله يعني بوجود الاداره وتكاتف اللعيبه والشغل المضبوط بنقدر بنحقق هذا الهدف ان شاء الله. كوتش احمد فران، شو قدرت تعمل لامير سعود؟ لرجع شفنا امير سعود يلي النادي الرياضي على اساسه طبعا عامل البلان، اليوم في مشكله كان غايب امير، حتى كان في ماتشات بينزل بشوط الطابه ما كانه امير عم بيشوطها. شو قدرت تعمل اليوم لامير سعود؟ لا شفناه باخر مباراه يمكن رجعت له الحياه ورجعت الحياه للفريق معه بتسجيله 24 نقطه وبيناتهم سلات استعراضيه كثير حلوه. اول شيء امير لعيب كبير، بس هو كمان من اللعيبه اللي تاثروا بنظام ثلاث اجانب. للاسف تلعب مع النادي الرياضي دائما في لعيب كبير بده يقدم تضحيه. امير ادى هالتضحيه على مدى سنتين، قدم هالتضحيات وضحى بوقته على الملعب، مع العلم انه كان في يكون باي نادي عم يلعب وعم يبرز. امير لعيب كبير وجاهز لاي تحدي، وامتى ما كان المدرب يطلبه هو جاهز للمشاركه. انا عم جرب شوي شوي رجع له ثقته بنفسه، وارجع شوي شوي اعطيه ثقه بحاله كرمال يرجع للمستوى المعهود. ومباراه الهوبس كانت بدايه لامير، بس كمان بقول لك ما بدي استعجل عليه، شوي شوي انا بدي رده على المنافسات ليرجع ان شاء الله يأدي بالطريقه اللي نحن معودين عليها كلنا. كوتش احمد فران، بدي اروح على موضوع الثلاث اجانب، قديش مأثر النادي الرياضي سلبا بوجود الثلاث اجانب؟ اليوم جمهور الرياضي انت بتتابع وانا بتابع وكل اللي بيحضروا باسكت بتابعوا، كل الاسئله ليه ما بيجيبوا ثلاث اجانب يحطوا هالقد؟ ليه فلان همنتمن عنده ثلاث اجانب قوية؟ بحكي الامور مثل ما هي. فنيا قديش مأثر الرياضي سلبا؟ وليش ما بيكون في نوعيه الاجنبي مش نوعيه او ستيل الاجنبي اللي بحط 40 50 نقطه بالماتش؟ برجع بقول لك يعني نحن بالنادي الرياضي وجود لعيبه كبار مثل اللعيبه اللي عندنا ولاعيبه منتخب لبنان واللي هن الاساسيه بمنتخب لبنان وبالنادي الرياضي بحتم علينا انه ما يكون عندنا لعيب الاجنبي الدوميننت اللي بيسجل 40 30 نقطه كل مباراه وبيلغي دور اللاعب اللبناني. نظام ثلاث اجانب ضرب النادي الرياضي كثير، وكمان ضرب غير فرق، بس اني بعد لهلا بعد ما استوعبوا شو عم بصير معهم. الفرق البادجت قليل تبعها عم تنبسط بهذا الشيء، عم يقدروا يتعاقدوا مع ثلاث اجانب يقلبوا لهم الفريق قلب، بس بالمستقبل للمستقبل هيدا الشيء حيدمر كرة السلة. واول شيء البوادر اللي نحن اكبر علامة استفهام انا بحطها على تراجع لبنان خارجيا على صعيد المنتخب وعلى صعيد الفرق هو وجود ثلاث اجانب بالدوري اللبناني، لانه انت لما عم تشترك خارجيا بالبطولات الدوليه المشاركه عم تكون اجنبيين، ان كان باسيا والعرب والحريري ودبي وهيدا، لما تيجي على لبنان ثلاث اجانب الفريق كله بيتغير، الكيمستري كلها بتتغير، اللعيب اللبناني بيكون عم ياخذ فرصته 30 دقيقه بالمشاركه الخارجيه، بيجي على البطوله المحليه بيلاقي حاله هو على مقعد الاحتياط ما عم بيشارك، معنوياته ونفسيته بتنزل كثير وبيتراجع مستواه. هيدا اكيد كوتش احمد رح تابعها انا وياك، ورح هيدا انا برايي هذا السبب الرئيسي لتراجع النتائج، ورح نحكي عن منتخب لبناني اللي رح يتاثر سلبا. على كل الاحوال مشاهدينا بعد في كثير اسئله نحكيهم مع الكوتش احمد فران، ولكن رح نروح لاول بريك بحلقه الليله، خليكم معنا. نرجع نحن وياكم مشاهدينا لمتابعه هالسهره مع فيوتشر سبورتس، وضيفنا داخل الاستوديو مدرب النادي الرياضي الكوتش احمد فران. كوتش، يعني كنا عم نحكي قبل عن موضوع ثلاث اجانب، منتخب لبنان قريبا عنده استحقاق مهم وبطوله غرب اسيا، ولكن في مشكله ما حدا عم بيعرفها، اللبنانيه كلاعبين على ارض الملعب عم يصيروا نادرين، يعني في فرق اليوم ما في الا الاجانب. الرياضي اليوم بعده راح يضل مطول باله، لانه بيعرف انه قريبا ممكن يصير او بعد سنه او يمكن الموسم اللي بعده تنلغى قصه الثلاث اجانب، ما فيها تضلها ماشي لانه بعد شوي ببطل فيه ولا لعيب لبناني. هيدي استراتيجي انتم حتضلوا ماشيين فيها؟ يعني جمهور رياضي بده ينطر لاعبه اللبناني بده يضل يعتمد عليه؟ اكيد نحن، لانه نحن هلا كمان بالنادي الرياضي مثل ما بتعرف نحن هلا بمرحله انتقاليه بين اللعيب الكبير واللعيب الصغير، صح. يعني نحن هلا في استلام وتسليم فيك تقول بالفريق، فنحن عنا عاطين كل الدعم وكل الثقه باللعيب اللبنانيين الموجودين، علي حيدر، امير سعود، وائل عرقجي، كريم زينون، سليم علاء الدين، اللعيبه هدول العنصر الصغير اللي نحن بدنا نستثمر فيه للمستقبل. فاكيد نحن هذا ولا باي شكل من الاشكال حنخلي هيدا نظام ثلاث اجانب ياثر على مستوى تطور لهدول اللعيبه ليوصلوا ل النجوميه ويقودوا النادي الرياضي للالقاب بالمستقبل. يعني هذا الشيء نحن بنتمنى قريبا على الاتحاد الجديد انه ياخذ خطوه كثير كبيره ويرجع البطوله لنظام الاجنبيين او لل 2+1، يعني هذا واحد على البنش. هذا الشيء بيعطي كثير خيارات للمدرب، يكون عنده لاعب اجنبي على البنش، وبيعطي كمان صراع تنافس بين اللعيبه الاجانب مين بده يحجز مركز اساسي بالفريق، فهذا بيعلي المستوى اكثر. كين براون لاعب اجنبي اللي بيطلع على سيرته الزيتيه، لاعب منه كثير سكورر، ولكن اللي بده اياه النادي الرياضي اللي هو بيدير الفريق على الملعب. كيف رضاك عن كيم براون وعلى اساس تم التوقيع معه؟ وهل مرتاحين له قبل اول مباراه له رح تكون ضد المتحد نهار الجمعه؟ اكيد هلا هو تمرن معنا تمرينتين، لعيب هو نحن بعد السكاوتينج وبعد التدقيق بملفه بجيماته بهذا قدرنا نروح نحكي مع كذا مدرب باليونان وكلهم اجمعوا انه هو من احسن المواهب اللي كانت بالدوري اليوناني هالسنه. نحن سعيدين انه قدرنا ناخذ توقيعه، لعيب حيعطينا دعم كثير كبير. نحن ما عندنا ضعف، بدنا حدا يدعمنا، مش انه عندنا ضعف وجايبين حدا يغطي الضعف، نحن هذا اللعيب جايبينه ليدعمنا وليقوي لنا التشكيله تبعولنا، وحيساعدنا كثير بمركز صناعه الالعاب. وائل عرقجي بيرتاح شوي، البريشر بخف عنه، في يلعب كلاعب جناح كمان بالمباريات القادمه، وهذا الشيء بيعطيني كثير خيارات على البنش كرمال انا يكون عندي اكثر عدد ممكن من اللاعبين الجاهزين ليساعدوني بكل لانه الدوري طويل كثير. اكيد دوري طويل، نحن بعدنا بس خضنا 6 مباريات، بعد عندك بعد في كثير 12 مباراه ليخلص الريجولر سيزون. صحيح. كوتش احمد فران بدي يروح كمان اسالك عن موضوع مهم جدا هو المشاركات الخارجيه. في عقم كان باخر فتره، يعني كنت عم توصل على فاينل اسيا كنادي رياضي ببطوله دبي عم توصل، ولكن في عقم نوعا ما كان بالبطولات الخارجيه. كيف عم بيتم التحضير النفسي للبطولات الخارجيه، خاصه انه الرياضي مرعب باسيا، بيكون مرعب بالعالم العربي، مطلوب ببطوله دبي وغيرها، كيف التحضير للبطولات؟ واول وحده بعتقد غرب اسيا رح تكون ب 15 اذار. هلا انت مثل ما قلت لك انا سبق قلت لك انه المشاركه باجنبيين بتختلف كليا عن المشاركه بثلاث اجانب، باجنبيين انت هلا اهم شيء تحضر لعيبتك اللبنانيه نفسيا انه انتم البلاينج تايم تبعكم حيرجع ببطوله غرب اسيا وببطوله دبي، لانه دائما نحن عندنا 3 بوزيشنز فاضيين للبنانيه بهدول البطولتين. فهذا في بده يكون شغل نفسي اكثر من فني على اللعيب ليقدر يستعيد تركيزه، وبنفس الوقت انت عندك خيار كبير انه حتخلق مشكل بين لعيبتك الاجانب لما تيجي بدك تختار لعيب لاعبين من الثلاثه لتروح تخوض فيه البطوله. هذا الشيء حيأثر اكيد على الاجنبي اللي ما حيتم اختياره لانه حيضل ببيروت عم يتمرن لوحده، فهيدا الشيء عم بيصير مثل كونفليكت بين المشاركات الداخليه والمشاركات الخارجيه، عم بيأثر على مستوى الفرق ومش بس فريق الرياضي، على مستويات كل الفرق بغض النظر عن مشاركتنا ببطوله اسيا اللي كانت ممتازه بكل المقاييس. نافسنا فريق الصين اللي هو بفوقنا بالميزانيه وبالاحتراف سنين، ميزانيته تقريبا مش اقل من 25 مليون دولار، الاجانب تبعه يورو ليج بلاير، NBA بلاير، وعم يلعبوا باجنبيين، يعني الافضليه كمان للعيب الصيني اللي عنده ثقه تامه هونيك، وهدف كله للعيب الصينيه كمان انه يكونوا على اعلى مستوى وقت يستدعوا على منتخبهم. كوتش احمد فران كمان بدي يروح اكثر هيك بالنادي الرياضي اليوم. جمهور النادي الرياضي كله ناطر المباراه بين هومانتمن ورياضي، اولا كيف راح بتشوف هالمواجهه اللي رح تكون طويله هالسيزون، خاصه انه همنت من على ارض الرياضه وبدوره محسوبه طبعا للنادي الرياضي، دوره حسام الحريري ربحها قدر يفوز، وكانت هيدي عملت شيء كثير هيك شق عن جمهور الهمنت من ايجابي سلبي عند النادي الرياضي. ومين الفريق اللي بتحس اكثر شيء راح ياثر عليكم بحمله الدفاع عن اللقب؟ في اكثر من فريق، بس لحد هلا نادي الهمنت من اثبت عن قدرات وعن امكانات انه حيكون هالسنه رقم صعب بالبطوله ومنافس اول. فالنادي الرياضي اكيد يعني هو منافس اول هالسنه، بس النادي الرياضي منافس دائم لبطوله لبنان، وان شاء الله نحن قريبا بس لنرجع لمستوانا الطبيعي كل شيء بيتغير. المباراه ب8 الشهر اكيد حتكون مباراه صعبه كثير على الفريقين، وبالمناره يعني انت بتعرف كل الاحتمالات مفتوحه وصعبه بالمناره، لانه نحن بالفريق النادي الرياضي بالمناره بيقاتل بشكل صعب وخوفه لاخر ثانيه اكيد. بس اعمل لك كل الاحترام لنادي الهومنتمن، لنادي البيبلوس، لنادي الويزه، لنادي المتحد اللي كلهم والحكمه اكيد. الويزي مفاجاه، انا قلت سبق وقلت بمقابله سابقه انه الويزي من اكثر الفرق المنظمه بالدوري بهيدي السنه، وبعتقد انا منا مفاجاه اكثر من انه هذا شغل من هيديك السنه، وكمل مع كوتش مروان، حافظ على نفس اللعيبه، دعم فريقه بإلي استفان، وهذا الشيء فرق معه كثير. انا بوجه له تحيه وكل الاحترام له على الشغل اللي عم يعمله مع نادي الويزي. كوتش احمد فران صرتوا 6 مدربين لبنانيه ببطوله لبنان، يعني مروان وفؤاد وغسان وكوتش احمد فران، وكمان يعني ما بدي انسى حدا، وجوم جاعس. اليوم هالكميه من المدربين اللبنانيه، اثبت المدرب اللبناني انه يا اخي ما بقى تطلعوا لبرا اكيد، يعني هذا الشيء بيثبت عن جداره صح. لانه كل المدربين اللبنانيين هلا مستلمين مواقع حساسه بانديه كبيره بالدوري اللبناني 100%، وهلا عم بيثبتوا هذا الشيء على الملعب، وعم حيغيروا شوي شوي المعادله، انه المدرب اللبناني هو بيقدر الواحد يعتمد عليه، بيقدر يبني عليه فرق للمستقبل. وكمان هلا الخطوه اللي بده يقوم فيها الاتحاد، تعيين مدرب لبناني لمنتخب لبنان، هيدي خطوه كثير منيحه، بنتمنى تكون ايجابيه للمنتخب. سبق لك انك استدعيت للمنتخب اللبناني صح. وبعدين ما رجعت كملت مع المنتخب أيه. هل اليوم بعد ما صرت مدرب لاكبر نادي باسيا مش بس بلبنان النادي الرياضي، اذا استدعي احمد فران للمنتخب اللبناني رح تعتذر ولا رح تاخذ موقف وما تروح؟ اكيد لا، شرف لنا المشاركه مع منتخب لبنان، وتجربه كانت كثير حلوه لإلي، واكيد اذا مره ثانيه اجت الفرصه لكون مع منتخب لبنان باي فئه عمريه، ان كان بالرجال، بالاندر 16، اندر 18، اي منتخب نحن بنلبي الدعوه اكيد، بس تكون الظروف مناسبه لنا ولهم. كوتش احمد فران، شو بدك تقول لجمهور النادي الرياضي وشو بدك تقول للاداره؟ يعني اليوم اداره النادي الرياضي عليها ضغط كمان، يعني بتطلع اليوم اداره النادي الرياضي مش اداره عاديه، ممكن يكون في اداره عادي باي فريق بلبنان مع احترامي للكل، ولكن اداره النادي الرياضي بصيروا اداريين ومشهورين قد لعيبتهم صح. شو بدك تقول لهالاثنين، لجمهور النادي الرياضي ولاداره النادي الرياضي، باستلامك هالمهمه الحلوه والصعبه؟ اول شيء دائما قدروا للي بيشتغل بالنادي الرياضي وبيشجع النادي الرياضي او بيكون باي منصب بالنادي الرياضي هو يشتغل تحت الضغط صح، فهيدا شيء نحن تعودنا عليه وتاقلمنا معه. انا بقول لهم للجمهور قد ما فيهم يضلوا واقفين حد فريقهم، مش حد احمد فران ومش حد اداره النادي الرياضي، لانه الفريق والكنز هي اهم من الكل. طول ما هن واقفين حد فريقهم، كل ما فريقهم حيحقق النتائج المطلوبه منهم. وان شاء الله نحن كجهاز فني وكاداره، انا مأكد انه ما حدا حيبخل باي شيء على النادي الرياضي ليوصل ويحقق النتائج المطلوبه منه، بطوله لبنان، بطوله دبي، التاهل لبطوله اسيا، المشاركه بغرب اسيا. فهذا الشيء بعتقد ان كان الاداره او الجهاز الفني ما حيبخلوا باي شيء على جمهورهم لتقدمه الافضل لهم، ونخليهم مبسوطين ورافعين راسهم بهذا الفريق. كوتش احمد فران، اخر سؤال رح اسالك اياه، يعني اليوم الاجانب هول هن اللي ثبت عليهم النادي الرياضي، قديش شايف انت ممكن يكون في كامستري بينهم وبين اللبنانيه وبين الثلاثه بين بعض، لانه اجانب مختلفين عن باقي اجانب الفرق الثانيه؟ اكيد نحن رول بلايرز اكثر، بس هلا باخر مباريات عم أدوا بطريقه رائعه واكثر من رائعه، وخصوصا برانكو اللي رجع لمستواه اللي عودنا عليه هذيك السنه، وامينو عنده ستابيليتي بالبرفورمنس تبعوله، دائما عم بيكون عنده دبل دبل بالريباوندز وبالسكور وبالبلوك شوتس، عم بيكون عنده ارقام 3 بلوك شوتس كل جيم، 2 ستيلز، عم بيلعب بالطريقه اللي نحن بنتمناها ونحن طلبناها منه، وبرانكو ماشي على السكه الصحيحه. رجعنا شفنا برانكو MVP هديك السنه، برانكو تضامن. نحن عندنا كل الثقه وكل الرضا على لعيب الاجانب، وان شاء الله كان براون بالمباراه الاولى بيقدم حاله بطريقه ممتازه، ونحن هلا ثبتنا على تشكيله الاجانب تبعنا، من هلا ان شاء الله نحقق الفوز. بس ما بتعرف انت بكره السله يعني لا سمح الله اصابات، في طلعات، بضل عندنا كل الخيارات مفتوحه، بس حاليا نحن عندنا كل الثقه وكل الدعم للعيبه الاجانب وهن مكملين معنا. يعني اكيد انا بدي اتشكر حضورك معنا اليوم باولى اطلالاتك التلفزيونيه، وانا كمان بدي اوجه تحيه لشباب السوشيال ميديا لبنيز باسكتبول بيج اللي كنت معهم كمان ببرنامج يبث على السوشيال ميديا، وبدي اتمنى لك التوفيق، وبدي اقول مره جديده لجمهور النادي الرياضي لازم يكسبوا مدرب صنع في النادي الرياضي، مدرب صنع في لبنان، مدرب صحيح. ابن النادي البيروتي الكبير بيقدر يعطي للنادي بعد كتير، بس بده يعرف جمهور الرياضي انه بوجود 3 اجانب ما راح يكون الدوري سهل ابدا. اكيد الدوري صعب كتير هيدا السنه، وكل الخيارات مفتوحه، وانا مثل ما قلت لك انه في اكثر من فريق منافس على اللقب. اكيد. فاذا مشاهدينا انا وياكم رح نتابع فيوتشر سبورتس، ورح نتابع كمان برياضه بتحبوها كثير والكل بيطلع لحتى اذا ما بيعرف يعملها يكون قريب منها، هي رياضه التزلج والسكي بلبنان، كيف رح يكون هالسيزن مع امين عام الاتحاد اللبناني للسكي والتزلج على الثلج اكيد فريدي كيروز. بريك وبنرجع. بنرجع نحن وياكم مشاهدي تلفزيون المستقبل وفيوتشر سبورتس لحلقه الليله. بلش موسم الثلج ومعه موسم التزلج، الرياضه الشتويه اللي بيشتهر فيها لبنان بالشرق الاوسط والعالم العربي، وبلبنان في مناطق بجمالها بتوازي اجمل مناطق التزلج باوروبا، ولكن اكيد ارخص واوفر. ومعنا اليوم داخل الاستوديو امين عام الاتحاد اللبناني للتزلج ورئيس بلديه بشري فريدي كيروز. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. يعني بدنا نبلش اول شيء نعايدك، ومع انه بلشنا الحلقه شوي بحزن يعني بفقدان شباب من عائله الرياضه اللبنانيه، مزبوط. بس بدي اقول اليوم بلش موسم كثير حلو. مزبوط. كيف تقييمكم اول شيء لموسم التزلج بشكل عام والتلجات مع بدايه هالموسم؟ اول شيء بدنا نعزي كل اللبنانيه على الشهداء اللي استشهدوا امبارح من يومين، ولسوء الحظ انه هيدا المنطقه عايشين فيها هيك، وبنتمنى الخير للبنان ولمستقبل لبنان. بالنسبه لموسم التزلج صبحي بتعرف بلشنا بموسم سكي بمنطقه الارز ب 2 ديسمبر، يعني اليوم صرنا شهر عمليا اكزاكتلي مبلش موسم سكي. هيدي يمكن من حوالي 15 سنه مش صايره التزلج، ومستمره يعني بعد ما الطقس ما عم يصحى، يعني شتي 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 شتا وتلج، والبطولات مبلشه يعني. فبلشنا رح نبلش بطولاتنا الدوليه هلا ابتداء من الاسبوع المقبل، وعندنا المدربين الاجانب كلهم وصلوا على لبنان. اليوم وصل مدرب الكروس كاونتري لمنتخب لبنان. الموسم بلش فينا نقول. بدي اسالك اليوم قديش الاقبال على التزلج بلبنان هيدي السنه، خاصه انه فتره استقرار بين امني واستقرار سياسي بالبلد، قديش السنه فرق معكم يعني بمنطقه الارز وبمنطقه بشري التزلج وموسم التزلج؟ مزبوط. نحن بصراحه بمنطقه بشري السنه مع مسؤوليه جديده بالبلديه، عاملين رئيس بلديه بشري اكيد عاملين شيء جديد لنستقطب السوق، فمش ما اتكلنا على السائح الاجنبي او العربي، عملنا شيء بروجرام لاولاد قضاء بشري بنلاقي لهم بطاقه تزلج سنويه ب $100، يعني الشخص بس تكون على تذكرته من قضاء بشري بيقدر يطلع يلعب سكي كل السنه بمبلغ $100 اللي هي كانت بتكون على تذكرته بيروت او طرابلس او جونيا. هيدا اذا الله بيريد السنه الجايه رح نعمم هيدا المشروع تكون المحطة جهزت حالها، لأنه ما فيها تستوعب بعد 100%، لأنه العدد بيكون كتير كبير، وإذا الله بيريد سنة الجاية كل لبنان رح يكون في عروضات لهم. بس مع هيدا وكله الاسعار السنه كتير منيحه مقبوله من قبل المحطات. المحطات جهزت حالها لوجستيا، مجرد ما بلشوا يشتغلوا اكثر شهر زياده يعني الكاست نزل عليهم. صح، والاوتيلات شكلهم حيشتغلوا كمان شهر زياده من قدامهم وورا. هلا من ورا ما فينا نقول انه بمارس، نحن حتى نوعيه الثلج بتنتزع يعني قد ما يكون في ثلج بنص مارش ل 20 مارش بيوقف موسم السكي، بس فينا نضل يلعبوا سكي دو فون يعني، وهيدي الشغله كثير مهمه. بالنسبه للبطولات، وهون عم نشوف مشاهد من البطولات يلي نقلها تلفزيون مستقبل السنه الماضيه مع الاتحاد اللبناني للتزلج من الارز. بالنسبه للبطولات السنه، كيف رزنامه الاتحاد اللبناني للتزلج، وقديش في بطولات اليوم الثلج كمان رح يساعدكم تنظموا بطولات اكثر؟ بعتقد مضبوط، نحن بالمبدا حسب السيستم اللي فرضوا علينا الاتحاد الدولي السنه اتاخذ القرار بشهر حزيران 2016. البلد اللي بينظم سباقات دوليه اكثر بيطلع له مساعدات اكثر، فاضطرينا كل بطولاتنا تصير بطولات دوليه لكل الفئات للاولاد وللكبار. والله بطولاتنا بتبلش ب 12 الشهر. عندنا بطوله الدول المتطور الكيد التطور، عندنا بالاتحاد الدولي في 18 دوله هن تعد ليفل بي، هول لاول مره رح يجوا يعملوا بطوله بالارز، رح تبلش ب 12 شهر، من 12 ل 15 الشهر. رح يكون لحديد هلا في 12 دوله تسجلت، كلها لعيبه يعني مستواها كثير عالي مثل ما كل سنه عم نشوفهم. رح يصير سبقين تعرج طويل وسبقين تعرج قصير، وهيدا بفيد منتخب لبنان ولعيبه اللبنانيه، بدل ما نسفرهم لبرا عم نجيب لهم اللعيبه الاجانب يجوا على لبنان. هيدي رح تبلش بالارز. كمان خلال الموسم عندنا كل اسبوع عندنا بطوله، وعندنا بطوله مهمه هي بطوله اسيا للناشئين، رح تصير بمنطقه كفردبيان باول شهر اذار. كمان انه رح يصير في عده مشاركات ببطولات العالم الخارجيه، وفي من خلال اللجنه الاولمبيه اللبنانيه ببطوله اسيا للالعاب الشتويه الاسيويه بخلال شهر شباط. اليوم بدي ارجع كمان انا وياك، هلا رح نشوف مشاهد حلوه كثير من منطقه بشري، منطقه رائعه جدا يعني. وقتها كنا عم نشتغل بالصور اعتقدت انه عم نشوف مناطق مش بلبنان. هلا عم نشوف اول شيء نشاطات عملها اليوم، بدنا نحكيك هلا كرئيس بلديه بشري، نشاطات رياضيه كانت عم تصير بالصيف هون، خبرنا عن هالنشاط. هيدي مش بالصيف، نحن بتعرف منطقتنا السياحيه في فترة بتمرق ديت سيزن يعني بفترة الخريف وبالربيع ما بيطلع السواح لعنا، بنصير نحن نعمل اكتيفيتي هون بالتعاون مع احد الاندية الرياضية، نستقطب العالم والسواح يطلعوا بنعمل لهم برامج، وكنا هون عم نشجع لمنتوجات التفاح. عملنا هيدا النهار العائلي فيتنس زون مع شغله كانت كثير مهمه، وعم نجرب نعمل حركه سياحيه على مدار السنه لمده 12 شهر بالسنه، هيك نخلي السايح وابن المنطقه يضلوا فوق مستمر بهذا المدينه. فريدي اليوم بيخافوا كثير من طرقات بشري، اليوم يعني في كثير ناس بتحب تطلع على الارز. نعم. وهي بالفعل حتى طبيعتها للشتاء منطقه شتويه بتحسها. نعم. اكثر منها صيفيه، كمان مناظرها بتاخذ لعب بالشتاء. بيخافوا كثير من الطرقات، يعني اول شيء بيسالوك اليوم ببيروت مثلا، اليوم بدنا نطلع نعمل سكي، مسكره طريق الارز، يعني بتنزل نقطتين مي بيقولوا لك سكرت طريق الارز. كرئيس بلديه شو مجهز المنطقه لحتى تستقبل سواح؟ من اول شيء انا بدي احب اقول انه وسائل الاعلام بتمنى، وانا حطيتها على الفيسبوك، بتمنى يكون عندهم مندوب بكل مدينه بالقرى الجبليه، لانه اليوم وقت عم نحكي بشري كمان عم نحكي فريا، عم نحكي كفرزبيان، عم نحكي كل المناطق الجبليه. صرنا اسبوعين بيقولوا لنا الثلوج على 900 متر. انا هلا اليوم بعدني جاي، كنا عم نتزلج عم نلعب سكي بالارز، اليوم انتم ببيروت اليوم عم تشتوا هيدا الطقس، بس اليوم الطقس كان في شويه ثلج، بس كنا عم نقدر نعمل سكي، والطرقات مفتوحه. انا بقول لك كرئيس بلديه، نحن بنتعهد باي عاصفه اي شخص بينزرب اذا حاجز يومين وانزرب نهار الثالث، نهار الثالث بينام ببلاش. عم بحكيك باسمي وباسم كل المصالح، الاوتيلات والفنادق والمطاعم بمنطقه الارز. نهار السائح اللي بينزرب بالارز وهو ما بيكون بالحجز تبعه، هيدا بيناموا ببلاش. هيدي اليوم بدي اسالك كمان اليوم، اذا بده يطلعوا مثلا من طرابلس ولا من بيروت ولا من صيدا ولا من اي من جنوب، من نبطيه، من وين ما كان، من صور، بده يطلع على الارز. قديش مجهز المنطقه صارت لحتى ينعمل سكي؟ يعني اليوم كمان هلا حطلب من الشباب فرجونا صور الاحتفالات بالاعياد كانت رائعه، يعني عن جد منطقه شتويه حلوه، ما بدك تسافر على فرنسا ولا على سويسرا ولا لوين، لا حلو لبنان. بصراحه نحن اخي صبحي عم نعمل مجهود كثير كبير، بتعرف انت من وقت وصول نوابنا على البرلمان من 2005 المنطقه شهدت انماء كثير كبير. طرقاتنا يعني اليوم كانت توصل على بشري او على الارز بثلاث ساعات، هلا بساعه ونص من بيروت توصل على الارز. طرقات كلها مجهزه، عندنا مصلحه مع وزاره الاشغال، جرافات عم بيرشوا ملح على طول جاهزه، طريق عندنا فوق ما بتسكر، حتى اثناء العاصفه عم بتكون الجرافات عم تشتغل. مشان هيك عم بقول لك نحن طرقاتنا ما بتسكر. المحطة فوق عاملين اسعار كثير مدروسة، اصحاب الفنادق هذا اللي بدي اسالك، اسعار الفنادق كيف؟ اسعار الفنادق بده ياخذ عائلة ويطلع لحتى بشري يقضي نهار يعمل سكي، يحط مونيتور لاولاده، كله مدروس، كله مدروس، كل فندق حسب الكاتيجوري تبعيته عنده اسعاره. نحن كبلدية حاطين سعر هوت سوري، عندنا خط ساخن هوت لاين رقمه 7000 1585، اي مخالفه بتصير بيقدر السائح يتصل فينا والبلديه بتاخذ الاجراء المناسب بحق اصحاب المصالح. هذا الشيء عم بقول لك انا مش عم بريح السائح، عم بحكي الحقيقه. اصحاب المصالح من الاثنين للخميس في عروضات كثير كبيره للفنادق، جمعه سبت احد اكيد عندهم الويك اند عندهم اسعارهم، كمان مراقبه من البلديه، مراقبه من الوزارات المعنيه، ومراقبه من حالهم هن كاشخاص. نحن خلال فصل الصيف عملنا تريننج لكل اصحاب الاوتيلات كيف بيستقبلوا السائح، كيف بيهتموا بالسائح. كل هالشغل اشتغلناه كبلديه تحضيرا مش بس للشتاء، للشتاء وللصيف، لان نحن منطقتنا بتشتغل بالشتاء وبفصل الصيف. بدي اسالك اليوم كمان كامين عام الاتحاد اللبناني للتزلج ورئيس بلديه بشري، اليوم السائح العربي والرياضيين العرب اللي بيحبوا التزلج، يعني كنا سابقا كان في مشاكل، الواضح ان شاء الله انه قريبا رح يكون في عوده للسياح العرب الى لبنان. شو بدك تقول للسائح العربي اللي هو كمان مهم للبنان ومهم لنا كمان؟ نحن مشهورين بمستقبل ضيوفنا مثل اهلنا، بنقول له للسائح العربي تعال عنا على لبنان، المنطقه كلها عم تغلي، نحن عنا كتر خير الله الوضع كثير منيح، الاسعار مدروسه، نحن صرنا أأمن من اوروبا، فيك تتزلج، المناطق التزلج مصنفة عندنا دولية أهم من منحدرات أوروبا، وأصحاب المصالح بكل المناطق، أحسن ما أحكي عن مشري بس، بكل مناطق التزلج بلبنان كلهم عم بيهتموا بالسائح، وان شاء الله يجي تنستقبلوا احلى استقبال. ان شاء الله يجي، خليك معي رح تابع انا وياك بالتزلج، واكيد المزيد من رياضه التزلج مع امين العام الاتحاد اللبناني للتزلج فريدي كيروز، وكمان عم نحكي بصفته رئيس بلديه بشري هالمنطقه الحلوه من لبنان. كمان قبل ما نروح للبريك بدنا نروح لخبر محلي صار خلال الويكند وقبل راس السنه، حيث الاتحاد اللبناني للتجزيف وزع الجوائز عن بطولاته اللي صارت بال2016 بالاضافه لبطوله الاستقلال يلي كمان انعملت، وصار هالشيء بمبنى فوج اطفاء بيروت، وطبعا بحضور الوزير خالد أباني اللي هو ايضا كمان رئيس دار رعايه الايتام الاسلاميه وممثلين عن القاده الامنيين، وكلمه كانت ترحيبيه للزميل حسان محي الدين، وطبعا الاستاذ محمد عويدات ممثلا وزاره الشباب والرياضه، ممثلين عن الامن العام والاطفاء، وبالاضافه لامين عام اللجنه الاولمبيه العميد المتقاعد حسان رستم واهالي اللاعبين واللاعبين. طبعا الاتحاد يلي اختتم بهالشيء موسم 2016. ايضا مشاهدينا باخبارنا المحليه الاسبوع الماضي تم انتخاب الاتحاد اللبناني للاعلاميين الرياضيين، وبكل تاكيد رح نروح نقول مبروك لكل الشباب يلي ربحوا، ان شاء الله يكونوا صوت الاعلام الرياضي بلبنان والخارج. تقرير مفصل بنتابعه سوا عن هالانتخابات. بعد طول انتظار اصبح للاعلام الرياضي لجنه رسميه بتضم غالبيه العاملين في المجال. الأمر أتى بعد فوز اللجنة التأسيسية لاتحاد الإعلاميين الرياضيين، والتي عملت على وضع النظام الداخلي وأسست لأرضية صلبة ونالت اعتراف الجهات اللبنانية المعنية بالموضوع، وهي في الطريق لنيل الاعتراف الدولي. جلسة الانتخاب حصلت امبارح في اليونسكو بحضور رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات إلى عدد كبير من الزملاء الإعلاميين اللي أتوا لمباركة العملية والتمني لأعضاء الاتحاد التوفيق، وانتهت بفوز اللجنة التأسيسية بالتزكية. طبعا من المعروف أنه الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي نصت عليه المرسوم 4881 8890 من قبل و 4881 اللي صدر مؤخرا. هو اتحاد بيهتم بشؤون الرياضيين الاعلاميين الرياضيين. اليوم عم نشهد انتخابات لجنه جديده له لحتى تديره للسنوات المقبله، وان شاء الله نامل انه للاتحاد النجيح ولهيئته الاداريه انه تقدر تطلع فيه وانه يكون اتحاد فاعل على الساحه اللبنانيه. هدف الاعلام الرياضي الاتحاد من الاعلام الرياضي هو الهدف اللي كلنا عم نبحث عنه كاعلاميين ككيان. نحن بدنا كيان، الكيان اللي هو تينسق هالعلاقه يصوبها بالطريق اللي كلنا بنهدف لها، وهذا الاتحاد هو مش للشرزمه، هو لوحده الكلمه، ونحن دائما موسعين صدرنا وفاتحين كل الابواب ليكون في كل تعاون مع كل الشرائح بالوسط الرياضي وايضا مع الاتحادات الرياضيه ومع الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه اللي عم نتواصل معه في هذا الاطار. والله مثل ما سبق وعم نقول وقلنا زمان بنقول انه انا شخصيا من 20 سنة لليوم عم نحاول كإعلاميين رياضيين نعمل كيان لهالزملاء لنكون كلنا سوا محميين على القليلة من ضير الاتحادات والنوادي. بتعرف شو كان يصير مشاكل مع اتحادات ومع نوادي على القليلة من هاي الناحية. هذا الكيان بيقدر يحمي الإعلام الرياضي والحشد اللي موجود كان إن كان بالجمعية العمومية هديك وإن كان بالانتخابات اليوم، بيأكد إنه كل الشباب كل الإعلاميين والمصورين الرياضيين بلبنان بحاجه لكيان يضمن لهم حقوقهم. ما بدي احكي عن تقديمات وما بعرف شو، هاو بيجوا كلهم مع الوقت، بس عم بقول انه قد ايه حلو انه يكونوا هالشباب مطمنين انه في كيان رح ياخذ لهم حقوقهم يلي هي ابسط حقوق لهم، ممارسه مهماتهم بدون اي عوائق من اي جهه كانت. هيدا اهم شيء عم نقوله. ان شاء الله نحن اول هدف هو لم شمل كل الاعلام الرياضي. نحن ولا مره كان الهدف من انشاء الاتحاد الاعلامي الرياضي الا هو لم شمل كل الاعلام الرياضي، وضعه باطار واحد، الدفاع عن حقوق الاعلاميين، السعي لايجاد تقديمات لهم بحاجه هن لها الاعلاميين الرياضيين. نحن بنعرف استاذ فارس انه الوضع الاعلامي الرياضي الاعلام بشكل عام كله مارق بظروف صعبه، كيف بالحر الاعلام الرياضي الصعوبات عم يعني بتواجه الاعلام بشكل عام كبيره، ومنها جسم الاعلام الرياضي اللي هو عم بواجه صعوبات كبيره. المسعى اليوم هيدي الخطوه لانتخاب اتحاد اعلام لجنه اداريه جديده للاتحاد الاعلامي الرياضي من بعد سنه من عمر اللجنه التاسيسيه، هو لوضع اول مدماك بالطريق للحفاظ على هالجسم والحفاظ على حقوقه وحمايته من كل الضغوطات ومن كل التاثيرات السلبيه يلي كان عم يتعرض لها بفترات سابقه. بالواقع هالخطوه اجت بعد جهد جبار من اللجنة التأسيسية اللي بالفعل يعني اشتغلت ليل مع نهار، ونحن هيدا اللي كنا ناطرينه، ناطرين هالعمل هيدا لحتى كلنا نتشجع ونفوت بهالاطار الجامع. بتعرف الوضع الاعلامي هو وضع صعب، ونحن كصحافة رياضية بدنا كتير نشتغل على مستوى حقوقنا، على مستوى نحن اللي ما نطلبه اللي هو الضمان، اللي هو نهاية الخدمة. هالقصص كلها هيدي نحن عم نفكر فيها جديا، ونحن بنتأمل من الاتحاد الإعلامي الرياضي انه يساعدنا بهالموضوع هيدا، وان شاء الله كلنا حنكون ايد وحدة لحتى ننجح الخطوة هاي. بالنسبة لهيدا النهار بتصور انه هيدا من الايام التاريخية للاعلام الرياضي بلبنان، السبب انه من وقت انطلاق الاعلام الرياضي بلبنان من ايام مرحوم نصيف مجدلاني لهلا ما شهد الاعلام الرياضي بلبنان اي كيان مؤسس يعني فعلي مبني على انتخابات. هيدا اليوم هو يوم كتير مهم للمستقبل للماضي ولتأسيس كيان مستقل وفينا نقول وشفاف ونزيه للإعلام الرياضي بلبنان، اللي دوره انه اول شيء يجمع الشباب يدافع عن حقوقهم، والشغله الثانيه انه يأسس لتطوير المهنه تصير مهنه بحق وحقيقي. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة عقدت اجتماع الأول من أجل توزيع المناصب وأتت على الشكل التالي: أمين عبد النور رئيسا، إبراهيم مكداش نائبا أول للرئيس، نمر جبر نائبا ثانيا للرئيس، سليم عواض أمينا للسر، رياض عتاني أمين صندوق، أكرم غصن محاسب والأعضاء المستشارين: جلال بعينو، حسام محي الدين، يوسف يونس، فادي سمعان، إيلينا صار، ونجيب القاعي. فإذا مبروك للشباب كلهم ومبروك للإعلام الرياضي. بريك أخير بحلقتنا قبل ما نرجع للسكي، خليكم معنا. عودة نحن وياكم مشاهدينا لحلقة الليلة من فيوتشر سبورتس، وعودة لسكي والتزلج وخاصة بهالأيام الباردين كتير، وأكيد منتابع مع أمين عام الاتحاد اللبناني للتزلج فريدي كيروز، وأيضا هو رئيس بلدية بشري. اليوم كنا عم نحكي كتير عن بشري، أكيد في كتير مناطق تزلج بلبنان، طبعا بكسروان بالزعرور، ولكن عم نحكي عن بشري لأنه محافظة على الطبيعة والبساطة، محافظة على التراث اللبناني الكروي. اليوم قديش هذا الشيء بيساعد بجذب السياح، وقديش اليوم عم بتشجعوا انه تكون رياضه كمان شتويه ببشري؟ 100%. نحن سي صبحي هدفنا انه المنطقه السياحيه تضل تحافظ على الكيان الطبيعي، بتعرف نحن عندنا فوق المحميه الطبيعيه اللي هي غابه الارز، وعندنا القرن السوداء، وعندنا الوادي المقدس اللي هو على التراث العالمي. هول الثلاث معالم السياحيه، وعندنا مغاره قديشه. هول المعالم المفروض تفرض عليك كبلديه تحافظ على الطبيعه، مش انه يكون في هجمه سكانيه وتعمر بنايات بمواصفات مثل غير مناطق انتزعت. نحن هدفنا انه نحافظ نعملها منطقه سياحيه، كل اللي بده يعمر بمنطقه الارز في مواصفات كثير قاسيه للعمار لفوق، بدنا نحافظ على الطبيعه. هيدا الشيء عم بخلينا نستقطب السائح، لانه اليوم السائح مش بس انه بده يطلع على الجبل، بده يتمتع بالمناظر الطبيعيه، بده يتمتع بالطبيعه، وهذا الشيء اللي موجود عندنا نحن بالارز هلا، بالزياده مع التزلج اللي عم بيصير، اللي عندنا منطقه من اشهر المناطق بالعالم. يعني عم نشوف هون عن جد من اشهر المناطق بالعالم، عم نشوف صور عن كيفيه الاحتفال بالاعياد واعياد الميلاد وراس السنه، بينعاد على الجميع ان شاء الله بالخير والبركه. بمنطقه بشري الطقس هون اكيد الهيئه عم تثلج كمان، هيك عم تثلج بس خفيف، بس شيء حلو. اليوم بدي اسالك، اليوم اللي بده يطلعوا للسكي، واحد عنده اولاد طالع على سكي بالارز، موجود المدربين والمونيتورز يلي بده يتابعوا الاولاد واللي مبتدئ بالسكي، هذا الشيء متوفر فوق؟ كله متوفر. نحن كبلديه حاطين بالتعاون مع محطه التزلج في مدرسه للتزلج لكل عيال اللي بدها تطلع تعلم اولادها من فروم سكراتش، يعني من الصفر بدون ما يعرف يلعب سكي، المدربين منقيينهم. واكثر من هيك نحن كاتحاد السنه جايبين مدرب سويسري لمنطقه الارز ولمنطقه كسروان يدرب المدربين. يعني بيعمل دوره للمدربين لمده 10 ايام بالارز، لمده 10 ايام بكفردبيان. عندك مجموعه من المدربين اللي هن بيكونوا اولاد الضياع، بيعرفوا يعملوا سكي، بس مش يعني اذا بتعرف تعمل سكي بتعرف تدرب. جايبين لهم مدرب من الاتحاد الدولي ليدربهم لهيدا الشيء، وهيدا بيساعدهم كمان انه لانه هيدا مدخول لهم، وهن بيكونوا كلهم طلاب جامعيين، بنساعدهم وبنكون عم نفيد لاهلنا اللي بدهم يتعلموا سكي. اليوم كمان اذا بدي ارجع اليوم للاتحاد اللبناني للتزلج، قديش اليوم كمان عم تعتمدوا على حالكم وتعتمدوا على الاهالي بانكم بالسفرات، بالمباريات، بالبطولات اللي بتعملوها، قديش اليوم عم تعتمدوا على الاتحاد وعلى الاهالي؟ 100%. سيد صبحي ليك قلت لك سبق وقلت لك انه السنه الاتحاد الدولي اخذ قرار، نحن كانت المساعدات تجي من الاتحاد الدولي حسب مشاركاتنا ببطوله العالم. غيروا السيستم وصاروا حطوا كل الالعاب التزلج، يعني مش بس تزلج القلبي، بدك تنظم بطولات دوليه، بدك القفز، السنوبورد، الكروس كاونتري، الفري ستايل، كل هول الالعاب اللي بيتعلق بالتزلج نحن لسوء الحظ بلدنا عنده لاعبتين بنقدر ننظم فيهم سباقات دوليه، اللي هن السنوبورد والالباين. كروس كاونتري عم نحضرها هلا ليصير عندنا مدرجات مصنفه، هذا الشيء خففنا من مدخول الاتحاد. وزاره الشباب والرياضه عقدها مشكوره ساعدتنا، ولكن اللي هو الدعم الاساسي عم بيكون من الاهل. يعني في كتير بعثات للاولاد وللناشئين، الاهل هن عم بيتكفلوا بهيدي المصاريف، وخصوصا انه مجبورين نشارك بهيدي البطولات. وقتها بتكون بطوله عالم للناشئين او بطوله للولاد الصغار تحضيرا ليصيروا بفئه الناشئين. فالاهالي السبونسر تعرف وضع البلد كتير صعب، يعني هالسبونسر ما في كتير، متكلين بعدنا نحن على كم شخص هن عم بيساعدونا، ولكن الاهالي هن اللي عم بيحطوا المجهود الاكبر والانديه تبعيتهم. اليوم اكيد يعني بدنا نتمنى يكون موسم تزلج ناجح بالارز وببشري وبكسروان وبغيرها من المناطق، وبدنا نقول لكل اللي عم بيتابعوا اليوم تلفزيون المستقبل بلبنان وخارج لبنان، فيكم تجوا مثل ما قال رئيس بلديه بشري وامين عام الاتحاد اللبناني للتزلج فريدي كيروز قبل شوي، فيكم تجوا ما تخافوا من انكم تعلقوا بالمنطقه فوق على 1800 متر، لانه وعد اللي بيكون حاجز ليلتين وبيعلق الثالثه رح تكون على حساب بلديه بشري. هلا ما تطلعوا وتطفوا السياره يعني تعلقوا بالثلجات. اهلا وسهلا. الطرقات مفتوحه والسكي بلبنان كثير حلو، قديش المنطقه امنه فوق اخر شيء رح اقول لك اياه. يعني انت عم تطلع لفوق وبتعرف نحن المشهورين فيه بهيدا الموضوع انه الامان موجود، وكتر خير الله بكل لبنان موجود مش بس بمنطقه الارز، وهيدا النعمه والشكر للقوى الامنيه وللجيش اللبناني اللي عم بيعملوا مجهود كثير كبير بهيدا الشيء. بدي اتمنى لكم التوفيق، واكيد ان شاء الله رح يكون تلفزيون المستقبل له مواكبه مباشره على الهواء لبعض البطولات اللي رح ينظمها الاتحاد. شكرا لك فريدي كيروز، ومره جديده العاده عليك بموسم التزلج وبالاعياد اذا الله رد. شكرا ميرسي. فاذا مشاهدينا رح نختم انا وياكم بابرز الاحداث اللي صارت على صعيد الرياضه 2016، وفاة عدد من المشاهير العالميين بالرياضة واعتزال العدد الآخر. شكرا لكم وإلى اللقاء. شهدت سنة 2016 رحيل وجوه بارزة كالملاكم محمد علي كلي ونجم الفوتبول الهولندي يوهان كرويف، واعتزال آخرين كالسباح الأمريكي مايكل فيلبس وبطل العالم للفورمولا 1 الألماني نيكو روزبرغ. رح نبدأ مع محمد علي اللي توفى ب 3 حزيران، وكان خسر الملاكم معركته مع الباركنسون يلي أنهك جسده وأنهيه عن عمر 74 سنة، وخلصت معه مسيرة أحد أبرز رياضيي الملاكمة. حمل لقب بطولة العالم لوزن الثقيل 3 مرات وعبء الدفاع عن الحقوق خارج الحلبة، وقال عنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه قاتل من أجل الحق دفاعا عن حقوق الأمريكيين من أصل أفريقي. رفض محمد علي كلي اللي اتخذ هالاسم بدلا من كاسيوس كلي من بعد ما أشهر إسلامه الخدمة بالجيش الأمريكي أثناء حرب فيتنام، وهذا اللي عرضه للملاحقة بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، وتخلل مسيرته 56 فوز مقابل 5 هزايم، وتضمنت مبارزات تاريخية خاصة مع جورج فورمان. أما الشخص الثاني هو كارلوس ألبرتو كابتن المنتخب البرازيلي بطل العالم سنة 1970، توفى ب 26 أيلول عن عمر ناهز 72 سنة. ظهير أيمن لمع نجمه خلال العصر الذهبي للكرة البرازيلية إلى جانب أسماء مثل بيليه، توستاو، جيرزينيو، ريفيلينو، وضمن المنتخب فاز بالنهائي على إيطاليا بنتيجة قاسية 4-1 بمكسيكو سيتي. عرف باسم كابيتو ولعب إلى جانب بيليه مع سانتوس البرازيلي ونيويورك كوزموس الأمريكي، وخاض أكثر من 50 مباراة دولية وأبعدته الإصابة عن مونديال ال 74. سمي الاتحاد دول للفوتبول عام 2004 ضمن أفضل 100 لاعب على قيد الحياة. وبعد وفاته قال عنه البرازيلي رونالدينيو اللي أحرز كأس العالم ل 2002 إنه هو القائد الأبدي. الشخص الثالث هو يوهان كرويف الهولندي الطائر، أحد أبرز المواهب بالفوتبول. ب 24 آذار عن عمر 68 سنة ودع الحياة بعد معاناة مع سرطان الرئة. جسد المدخن يلي حاز الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالبطولات الأوروبية 3 مرات، والكرة الشاملة يلي اعتمدها نادي أجاكس أمستردام مطلع سبعينيات القرن الماضي، وانتقل لبرشلونة لاعب ما بين عامي 73 و 78 ورجع له مدرب بالتسعينيات لا يمنحه أول لقب بكأس الأندية الأوروبية البطلة عام 92. اعتبروا الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشيل بلاتيني أعظم من مر على هاللعبة، خضع لجراحة بالقلب عام 91 ومن بعدها ما قدر يكمل. أما الشخصية الرابعة فهو تشاو هافيلانش الرئيس السابق للاتحاد الدولي للفوتبول فيفا اللي توفى ب 16 آب بعد مرور 3 أشهر على بلوغه سن 100. سباح شارك بأولمبيادي برلين وهلسنكي، وأيضا كان رئيس الفيفا بال 74 ل 98. وشهد تلوث السلطة الكروية بالفساد أيامه مع تحولها لعملاق مالي وإعلاني، واستقال من عضوية اللجنة الأولمبية الدولية وتنحم بعد هالشي ب2 سنين، وترك الفيفا بعد ثبوت تلقيه رشاوى. أما أبرز الاعتزالات بال2016 مايكل فيلبس أحد أفضل السباحين بتاريخ الرياضة إذا ما كان أفضلهم، بلشت مسيرته الأولمبية بسيدني 2000 وهو عمره 15 سنة وانتهت بريو 2016 وتخللتها 28 ميدالية بيناتهم 23 ذهب، وحقق أداء مثالي ببكين 2008 مع 8 ميداليات ذهبية ب8 سباقات شارك فيها وأضاف لها 4 ذهبيات بأولمبياد لندن 2012 لا يعلو من بعد اعتزاله، ورجع عن الاعتزال بأولمبياد ريو ووضع فيلبس 31 سنة الأحواض ب5 ذهبيات وفضية بأسبوع واحد. كوبي براين تودع نجم كرة السلة الأمريكي الملاعب بنيسان عن عمر 37 سنة بعد مسيرة حافلة امتدت 20 سنة مع الليكرز يلي قادوا للقب الدوري الامريكي 5 مرات، افضل لاعب بالدوري سنه 2008 وافضل مسجل مرتين، هو ثالث افضل مسجل بتاريخ الدوري بعد كريم عبد الجبار وكارل مالون. صنف من بين عظماء كره السله الامريكي كمايكل جوردن وماجيك جونسون. نيكو روزبرغ بعد 5 ايام من احرازه لقبه الاول ببطوله العالم للفورمولا 1 اعلن سيء مرسيدس اعتزاله عن عمر 31 سنه بخطوه مفاجاه وضعت حد لمسيره استمرت 10 سنوات. فاز ب 23 سبق بمسيرته وتنافس بالموسم الاخير مع لويس هاملتون وقدر يحرز اللقب. إلينا إزينباييفا اعلنت حامله ذهبيتي اولمبياد اثينا وبكين وفضيه لندن للقفز بالزاني توقف مسيرتها ب 19 اب، وكانت إزينباييفا 34 سنه بتتمنى انه تحرز ذهبيه ثالثه بريو 2016، بس حامله الرمل الياسي العالمي اللي هو 5 امتار و6 سنتيمتر كانت ضحيه حرمان عشرات العدائين الروس من المشاركه بالاولمبياد بسبب فضيحة التنشط. واخيرا مع مين تشاوو اعلنت بطلة الغطس الصينية الحازة 5 ميداليات ذهبية اولمبية اعتزالها ب 15 كانون الاول وهي بعمر 31 بسبب مشكلة بدنية وما قدرت تكمل. حازت 5 ميداليات ب4 دورات اولمبية اخرها بريو 2016 وبالغطس الايقاعي من منصة ارتفاع 3 امتار.